تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا مساء اليوم تحت عنوان تنظيم الدعاية الانتخابية. وسيناقش الصالون الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبة الهيئة التزام المرشحين بهذه الضوابط وتأثير الدعاية وقت الصمت الانتخابي على مسار الانتخابات وتجارب دول المميزة في هذه المسألة وأهمية وسائل الأعلام المرئية والمقروءة في الدعاية الانتخابية.